حي الصخور 5/10/2012 آثار القصف على بيوت المدنيين العزال. أخي شو صار هون هلا ممكن تحكي لي؟ أخي نحن بيركين بأمان الله، ما حسينا إلا مزدد قذيفة هون. شو شوفت عينك شو صار؟ إن شاء الله ما حدا تضرر المدنيين. الحمد لله ما حدا تضرر. فوتك أبدا. الحمد لله ما حدا تضرر، بس في شب تحت الجرح جزئي يعني. وشوفت عينك يعني. الحمد لله سلامتكم أخي، ما هي مشكلة بالمال إن شاء الله بس تصفي. آثار القصف على حي الصافور 5/10/2012 طابق كامل هدم. حسبي الله ونعم الوكيل.